السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. نستكمل. آخر شيء وصلنا للآر شنو يا جماعة؟ أنت ما شاء الله مصحصح. يبقى يو يو وي good we or they. تي ممتاز ممتاز يا حسين. هو في ايه؟ انت مصر يعني؟ اوكي وصلت الفكرة. إيه؟ يبقى ممكن اقول is he او where is he is she او where is she are you or where are you are they or where are they وهكذا. وصلت الفكرة يا جماعة؟ ده. جميل. كده احنا تقريبا عملنا شرح مكثف على الوحدة رقم 3. فيها أي أسئلة أخرى هذه الوحدة؟ الوقت تمام. جميل. نروح للوحدة الرابعة يا أحمد. معايا حسام. نروح للوحدة الرابعة. الجزء ده محتاج شرح أو توضيح. يحتاج بس نحفظ الكلمات بس دي ما أحفظها يعني تمام. يقعد يكتب بينه وبين نفسه يعني. نعم بقول هذا تعتمد على الشخص انه يحفظ يعني يكتب الكلمة ويعرف على الشخص يعتمد. تمام أحسنت. جميل حسام وضح الأمر بشكل مبسط جدا ما شاء الله عليك. طيب اللي بعده افتكر ده التمرين كان فيه مشكلة وضحنا امس وطريقة فهم السؤال ازاي. الجزء اللي بعده وده بقى اللي يوقف ناس كتير اثناء الحل صح كده؟ صحيح. احنا بنعمل the question تمام. فكرة استخدام المثال المحلول whose يعني for who. كأن السؤال بيقول كده for who لمن. اوكي وبعدين بيسأل عن الشيء اللي في الصورة.
مثلا بيسأل عن scared. Who's scared؟ طب scared هنا singular or plural؟ مين يرد علي؟ single. يعني ايه singular؟ يعني one. وبناء عليه لما اجي اعمل ال verb هيكون is والsubject this. ليه برضو؟ لانه ده singular. حتى الان في مشكله؟ تمام لحد الان تمام. لما نيجي نجاوب هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هنعكس is this هتبقى this is. لكن هو بدل ما يقول this is استعاض عنها بكلمه it فبدا الجمله ب it فبقت it is. السؤال فتكون الإجابة بالشكل ده أو نموذج السؤال والإجابة بالشكل ده. Who's skirt is this? It's Tiffany's. يعني إيه Tiffany's؟ It's for Tiffany. بنت أو ولد؟ بنت اسمها Tiffany. السؤال اللي بعده مين يعمله معي؟ حل معاك بس اللي بالصوره. طيب هي شكلها غريب شويه ولكنها هات. هات على راس الولد ده. اوكي يلا مين يعملها معايا؟ هوز ها هات هوز هات هات از ذس. يا سلام عليك. Whose hat is this? لما نيجي نجاوب هنقول ايه؟ It's Dinald's. يا سيدي سيدي على الإجابة الوثقة. أحب الإجابة الوثقة دي. ونغير اللون ناخذ اللون ده مثلا ونقول It's Dinald's. في مشكلة حتى الآن؟ لا تمام. اللي مش فاهم يقول good good. هنا هنا الاس تبع الاسم اللي هي الملكيه اللي هي عائده الى داينلز او الداينل. Thank you very much. Thank you very much. اللي هي معناها it's for x for Daniel for Tiffany for Jade ايا كان بقى الشخص. طيب السؤال اللي بعده مين يعمله معايا كده بهدوء واحده واحده بغض النظر عن الالوان مش الالوان؟ يلا who's what اللي في الصوره ايه؟ boots boots او شوز مش كده؟ شوز yes. هوز شوز ار نقف هنا بقى. اللي هيترجم السؤال ويقول بوت او شوز ويجي يترجمه بالعربي او يستوعبه بالمنطق هيقول ان هو حاجه واحده. حذاء واحد حذاء ذو رقبه واحد مش كده برضو؟ صح. وبخلي ترجمة تنفعك حضرتك. بس اسمع كده كده هو شوزين يعتبر اثنين. مش قصتي بقى مش قصتي. هو في لغة انجليزية اخره ايه؟ بس. بس خلاص. ايه اوكي معاك استاذ بقول لك انا هو اثنين اصلا يعتبر. وبناء عليه ماشي مستحيل يكون is this فتكون ايه بقى؟ are there. Are these. Are these. Whose shoes are these? تقول لي جبتها منين دي؟ ولا حاجة. هو لما كانت singular كنا بنقول is this صح؟ صح. تحول plural is هتبقى are وthis هتبقى these. صعبة دي؟ لا يس صعبة.
اللي جاب اللي هو this بالضبط. نيجي نجاوب بقى، كانت في السنجلر it is، يا ترى نحولها للبلورال ايه؟ this are او صح انت قلت على فكرة مش خطأ او ايوة they are اللي يختصرها زي ما قال دلوقتي they are اللي يفتح عليك بس هي. نفسها هي استاذ they are this بالضبط اي بس الاصح ان انا اقول there فهمت ازاي؟ وبعدين احط بقى اسم الشخص اللي انا عايز اتكلم عنه مين بقى؟ جود جيد مش كده؟ جود لا مش جود، جود جود حضرتك بالعربي جيد 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 رحت اس بالضبط كده بالابوستروف في اس علشان زي ما انت قلته الملكي واضح ولا عيد؟ الاسم بيصير جمع يعني كده ولا هيك الملكية جيدز يعني فور جيد ذير جيدز يعني ذير فور جيد احسب المرة تمر عليه دي زي السؤال نفسه هوز معناها اي بس اوكي بس ان على الاسم المفروض ما احس ان ما نحط الاسم احنا نكتب اسم الشخص ابوستروف في اس ما بحطش الاسم بحط ابوستروف في اس معناها فور ذس اي حد اوكي ده. لو نحط الفاصله بعدين له الاسم مش ما نشبكها مع بعض الله يفتح هذا قصدي ايوه تمام عنده سؤال في هذه ايه ثاني حد لسه مش واضحه بالنسبه له هذه الحركه في الجمع وفي الثنائي زي كذا صح نعم هذه انت سويتها في الجمع في كل الاسماء الله يفتح عليك يعني في الاس وفي في الار بالضبط كده ليه لان دي الملكيه ما لهاش علاقه بقى ما لهاش علاقه في هذا ولا هذا لا في الجامعة صدي يعني لازم نحط الاس لأن هي مش اس هي ابوستروفي اس الملكية اللي هو المحل ما كان الشيء اللي في الصورة سينجل أو الجامعة يعني أو ثنائي لأن مش هتفرق ملكية الشخص الاس في في الابوستروفي اس ملكية الشخص حد مش فاهم حد الدنيا لسه مظلمة عنده حد عاوز إعادة ساد إذا كان في مثلا glasses تختلف أنت اللي تقول يلا قول يلا قول أنت glasses تكون يعني glasses أيوة. مثلا اذا كان شخص لابس اقول glasses is this برضو وقعت في نفس الغلطة حد يقول يا جماعة هو ليه وقع في الغلطة انا اذكرها استاذ في السمستر اللي قبل اخذنا اللي هو glasses زي كذا وقلنا لك هي سنجل او كذا يعني نفس ما قال حسام قلت لها غلط هذه المشكلة تعتبر انها شيء يعني ليه بقى هو على النظام الانجليزي قلت كده بالانجليزي عندهم كده وقلنا السبب ايه لا اللي عملتها بالاحمر دلوقتي في اخر كلمه تشوز هو ار ذير لا الملكيه اس الجمع اس الجمع الله يفتح عليك جلاسز اس الجمع يعني تكون ار ذس الله يفتح عليك فهمتوا اللعبة؟ حد محتاج إعادة؟ ممتاز طبعا التمرين ده احنا حليناه وقتل بحثا يعني وعرفنا ان انت بنحط my, your, his, her وانت بنحط mine و yours و his و hers مش كده برضو؟ صح كده؟ تمام حد عنده أسئلة أخرى؟ وده برضو احنا شرحناه وقلنا بنحط verb be am او is او are وبعدين الverb اخره ing وانتوا برضو حلتوه كلكم صح حد عنده اسئله اخرى
تمام كده. جميل، أرجو أن الأمور تكون واضحة والناس كلها تكون فاهمة ومحدش خجلان بالسعودي أو مكسوف بالمصري أنه يسأل وهو معايا داخل المحاضرة، بدل ما إيه تروحوا يعني تكون عندكم نوع من الفضول وتحبوا تسألوا وأنا مش موجود، فاسألوني أنا وأنا موجود معاكم أهو ما دامت الأمور. واضحة للجميع. ماشي يا شباب. الله يعطيك العافية أستاذ. وإياكم حبيبي. نلتقي الأحد إن شاء الله. عندنا اختبار سريع كده على 3 و4. الوحدتين دول درجة كانت كويسة. هنضيفها في الشهري درجة مش كويسة. ولا كأننا شفناها أصلا. ونبدأ على طول مباشرة الوحدة السادسة. أليس الخامسة. من المنهج الجديد إن شاء الله. تمام كده شباب؟ أشكرك أستاذ محمد. يا أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الاختبار على الوحدة الخامسة ها؟ 3 و4 هم اللي خلصناهم دول. 5 دي مش هندرسها أصلا. 3 والرابع. يا أستاذ. تفضل. الاختبار الساعة كم بالضبط؟ نفس موعد المحاضرة بعد البداية ب5 دقايق. أرسل الاختبار وأديكم وقت صغير جدا يعني 20 دقيقة كده ولا حاجة، نص ساعة بكتير تحلوا تبعتولي، بعدين نبدأ محاضرتنا على طول الساعة 6. واضح؟ نرسل لك على الواتساب. الله يفتح عليك. والله يعطيك العافية. حد عنده سؤال؟ صعب. في واحد مسمي نفسه هواوي مو كاتب اسمه. واحد مسمي نفسه هواوي، يا ريت يكتب اسمه. كويس ان انت انتبهت لهذا الامر يعني. تمام. جميل. اسئله اخرى يا شباب؟ عفوا يا ثانك يو تيشر. يو ويلكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرابط على القناة يا بدر. تمام. شكرا يا أستاذ.